يقول السائل: بعض الناس إذا قدر لهم شيء لا يرغبونه قالوا هذا بسبب سوء حظي، فما حكم ذلك؟ إيه نعم، الإنسان إذا جاءه شيء يكرهه يعتبر هذا من سبب أفعاله السيئة فيتوب إلى الله عز وجل. الواجب أنه ما يقول سوء حظي، الواجب أنه يقول هذا بسوء عملي وهذه عقوبة لي، فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. نعم، فإذا جاه ما يكره يعلم أن هذا بسبب ذنب فعله فيتوب إلى الله ويستغفر.